وضمن التحولات المتسارعة، تبرأ رئيس حزب الجماهير النائب أحمد الجبوري أبو مازن من بيان اجتماع حزبي السيادة والعزم الذي استضافه منزله وسط بغداد. وقال الجبوري أن الاجتماع تداولي لتقريب وجهات النظر بين القيادات السنية وأمام النواب لحسم رئاسة البرلمان، إضافة إلى ذلك إنهاء الخلافات التي أدت إلى سلب حقوق المكون. وأضاف أن الحاضرين اتفقوا على الذهاب إلى الأخوة في تقدم لنقل رسالة بذلك والاتفاق على مرشح واحد ولا حديث عن الأغلبية. شكرا جزيلا. طبعا هناك نقاشات خلال الأيام الماضية بين عدد من الكتل السياسية في الساحة السنية حول الاستحقاق رئاسة مجلس النواب، واليوم اتفقنا مع عدد كبير جدا من النواب السنة على خريطة عمل من أجل الدعوة إلى جلسة عاجلة لانتخاب رئيس مجلس النواب. لا يجب أن يكون هذا المنصب شاغر فترة أطول من الفترة الماضية، وهذا يسبب خلل في العملية السياسية، وبالتالي يستوجب علينا أن نقوم بدورنا من أجل جمع الأطراف السنية من أجل المطالبة بجلسة لانتخاب رئيس مجلس النواب. وإن شاء الله في الأيام القادمة سوف تكون هناك جلسة، وسوف يصدر بيان من هذا الاجتماع اليوم يمثل كل النواب وكل التحالفات السياسية الرئيسية الموجودة من أجل المطالبة بهذا الاستحقاق.